ابراهيم شكرا على تلبيه دعوتنا. مرحبا بك. مرحبا يا اخويا، بارك الله فيك. خويا ابراهيم فسر لي حاجه، وزاره تكنولوجيا الاتصال تخرج في بلاغ صحبه المتداخلين كل وزاره الاخرى، تقول لك احنا ما زدناش في بطاقه الشحن، لكن انا نمشي نشريها نقاها والله كما نحكي لك خويا ابراهيم زايده اقل تقدير 100 ملي زايد. صحيح زدتوا معناها انتوما المغلوطه اللي صارت واللي احنا حتزين عليها وحبيناها تتوضح. هي كي تقول راني ما زادتش راهي تسمى معلومه ناقصه. هي وظفه التي في ا اللي هي 19% وظفتها على البينيفيس اللي ناخذوا فيه احنا، احنا الناس نخدموا بار كوميسيون. جات نقص في الكوميسيون هذيك 19% عبيد من ناحيه الاوبيراتور. ما خلطت لنا احنا اللي هي ناقصه تقريبا 80 فرنك من هامش الربح اللي كنا ناخذوا فيه من كموزعين. انا كي مثلا كنت انا نربح ب 200 فرنك، بعد نربح ب 100 فرنك بالك شنو مش نعمل؟ ما مش نقص اللي من بعد. واللي من بعد يمشي نقص الحماس، الحماس ما فهمش الحكايه هذه نتاع نحولوا تي فيا وما عرفتش ايه، قال لك زدني في السوم سي تادير زادت باش نزيد. يجي هو ميساج من غادي يقولوا له لي راه ما زدناش، شنو اللي تعمل انا وليت انا نكذب عليه. المفروض نقولوا رانا ما زدناش في حق الكارت، راهي باقي ب 5700 اما راهو هامش ربح نقصناه، رانا خلينا التي فيا نتاع الدوله اللي هي كلها على كل هامش ربح على كل واحد يصور فلوس ثم تي فيا تتنحى. معناها العمليه الحسابيه كل رزت الحماس كل تعدت الحماس الاخرين. العمليه الحسابيه اللي ببساطه للساده المستمعين والمشاهدين ان الزياده ما فماش في السعر الرسمي اللي هو 5700 مثلا، هي ب 5000 هي ب 5000 ولكن 700 كلها اداءات هذيك هكا ولا هذيك اداءات هذيك باه وما فماش زياده لهنا، فما التي في دخلت على طرف اخر اللي هو انتم كموزعين هكا ولا لا؟ تخلصوا 19% قدر احنا راني مانيش نشروا الكارت، احنا ناخذوا الكارت ب 5700 نبيعوها ب 5700 يعطونا الكوميسيون تاعنا، احنا كوميسيونير. قداش الكوميسيون تاخذوا انتم؟ نعم قداش الكوميسيون تاعك؟ توا 140 ملي مع الكارت. انا والحماس شنو الحباس ولا العطار ولا اللي يبيع قداش ربحوا؟ قداش الكوميسيون تاعو؟ توا ما تفوتشلوش 70 فرانك 60 فرانك. هذاك علاه زاد هو ال 100 ملي مش انتم زدتوا ال 100 ملي. 150 راهو قبل. ها؟ تجي انت تقول له اخوت الدين ولا 70 فرانك يقول لك لا تو نزيد ل 100 ناحيه ثاني تو نزيد ما دام زادت زدت. اخي هو هامش ربح حد وهو يقول ما زادتش. سي ابراهيم ولكن هامش ربح كيفاش يحدد هو مباشره وحده؟ يقول كنت نربح 150 وليت نربح في 50 ولا 70. انا كنت مثلا كنت نعطيه كارتك يبيعها لي نعطيه 150 ملي مش الدوار اللي يوصل له الراجل اللي يوصل له يقول له كل ما تبيع كارتك خذ عليها 150. اليوم ولا يجي يقول له كل ما تبيع كارتك خذ 60 ملي. علاش يقول له اي ما تي في دخلت حساب التي في اي يوم فرانك يقول لك شويه عليا مش نزيد 100 انا اخر. نقول 150 زاد انا نتاع شبه العباد كلها حافظت على مش الربح نتاعها في كان الحماس تعدى انا من 100 هذه هي المعلومه.